حتى يتأكدوا أنه إحنا أقاربها وكذا. فطلبوني أنا وزوجتي ورحنا وأخذوا دم من زوجتي ودم من الطفلة عفراء مشان يعملوا حمض النووي حتى يتأكدوا. ونهار خبرونا قالوا تعال تستلم الطفلة. كان فرحتي بالدنيا كلياتها ما تنوصف ولا تنشعر. فرحتي ما تنعطى لأحد يعني. إنه هي الطفلة هاي ظلت ذكرى من أبوها وأمها وأخواتها. وأبوها كان أعز الناس علي يعني وابن عمي تعنيني كل شيء. قلت لك أنا هي ذكرى من أهلها يعني هي صارت هي روحي وهي حياتي وهي كل شيء بالدنيا عندي. يعني أنا بنتي هاي اللي ولدت حتى الآن ماني شايفها، أنا عفراك كل النهار شايلها معي لأن هي صارت هي قلت لك هي روحي وكل شيء يعني وأغلى شيء عندي يعني. أبوي أبويا هاش دعوه